تنافست الإبل المشاركة في فعاليات المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية للموسم 19 وسط إثارة وندية لازمت 30 شوطا من أشواط السباق في المحطة الثالثة للمهرجان الذي تنظمه الهجانة السلطانية. نشكر شؤون البلاط السلطاني على تنظيمها المهرجان السنوي، وهذه المهرجان يعطي الأهمية لأصحاب الإبل وأصحاب هجن الريس على أساس طال عمرك يطلعون جودة الجمال اللي هن طال عمرك يقدرون يشاركوا بهن في المهرجانات المقبلة. ويمثل هذه المهرجان طال عمرك اقتصاد، وأصحاب الهجن يبيعون فيهن والناس تباشر بمثل هذه المهرجان جزاهم الله خير. وهذه المهرجان الناس تعد له موسم كامل على اساس تصفي النوق اللي هن الاصايل اللي قدروا يشاركوا بهن خارج الميدان هذه. في اول ايام السباق التنافسي خصص 19 شوطا لفئه الحقائق لمسافه 3 كيلومترات و11 شوطا لفئه اللقايا لتبرز النوق التي تمكنت من كسب فضل السبق في زمن قياسي وتحقق لملاكها الجوائز التشجيعيه. أهمية هذا المهرجان حن نعد له العدة من فترة القيض اللي هي فترة الصيف، ونجهز له ونتري إن شاء الله التوفيق من الله. إن شاء الله حن مستعدين لنا مشاركات خارجية، شاركنا في الدول المجاورة اللي هي الإمارات، وإن شاء الله بنشارك في قطر، وإن شاء الله مستعدين وبنشارك في مهرجانات اللي عدنا هنا في المهرجانات المحلية اللي هي عايد أساسي، واللي هي بيع ومشترى ويستوي في السوق، انتعاش في السوق. والحمد لله رب العالمين موسم بيكون حافل بالإنجازات، ونتمنى التوفيق من الله لنا وللجميع إن شاء الله. المهرجان الذي وصل للنسخة 19 يترجم مدى الاهتمام المتواصل الذي توليه الهجانة السلطانية تجاه مربي الهجن، ويمثل محطة سنوية تعكس الاهتمام بالموروث العماني المتأصل وما يحمله من مضامين ثقافية واجتماعية ورياضية. هذا وسوف تختتم فعاليات المحطة الثالثة من المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية للموسم 19 يوم غد بإقامة 15 شوطا وسط مشاركة فاعلة بين مربي وملاك الهجن من مختلف الولايات. سعيد بن ذيب الهنائي من ميدان البشائر بولاية أدم محافظة الداخلية.